طب انا عاوز اسالك سؤال كده، معلومه انا سمعتها من فتره يا كابتن، هاي اتفضل. هل بالفعل ان هو تم التواصل معاك من الزمالك لتولي المسؤوليه؟ لا وانت لا قلت لا 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 لم يحدث ابدا ابدا. حتى خلال المفاوضات مع بن لا حاج لا ولا لا حاجه؟ لا لا لا، شوف اقول لحضرتك على حاجه. انا في انديه طبعا بحترمها جدا، بحترم المدربين اللي شغالين فيها، عشان كده انا ما يعني مش ها، لكن ابدا ابدا مش كان بينهم الزمالك طبعا، لان الزمالك طبعا نادي كبير جدا جدا وحاجه عظيمه، هو والنادي الاهلي يعني هم قطبين الكره المصريه يعني. لكن بمنتهى الصراحه والامانه لم يحدث ابدا ابدا، وخصوصا ان انا الحقيقه الكلام ده تردد كثيرا جدا، فانا يعني معاهم مدرب كبير جدا جدا وحاجه عملاقه في التدريب، انا بحترمها جدا، وحتى ابناء النادي نفسهم يعني اسامه نبيه والمجموعه ابناء النادي مدربين كبار جدا، ولم يحدث ابدا ابدا اي اتصال او تفاوض. كابتن، بناء تجربتك في الخليج وانت بتقول الكرة في الخليج يعني، وحضرتك جيت يعني حسيت انه الفترة دي ان احنا كلنا بنتكلم على معاناة الكرة المصرية سواء على المنتخبات او حتى على مستوى الفرق في افريقيا سواء في الكونفدرالية او البطولة الافريقية، حضرتك شاعر بده ان هو في تراجع في الكرة المصرية؟ شوف اقول لك على حاجه بس ما حدش يزعل مني. الفارق ما بين التنظيم ودوري محترفين هنا والسعوديه والامارات وقطر، الثلاث دول فارق الثرى من الثريا. الثرى من الفارق الثريا. طبعا الفارق كبير جدا جدا كتطبيق نظام احتراف. عليك انك تعلم ان اسيا دي فيها اليابان وفيها كوريا وفيها الصين، وعلى الرغم من ذلك الدوري الاماراتي الثلاث سنين متتاليه بياخد افضل دوري في اسيا. طبعا مش فنيا، هو فنيا بتتحسب 10%، لكن تنظيميا وتشوف الملاعب ومناطق الميكس زون حاجات كتيره، مش موضوع امكانيات برضه عشان ما حدش يفهمها غلط. الموضوع موضوع اراده تغيير وتنظيم وقوانين يحترمها الجميع. هناك الحاج عامر بيغير كل شوية في الجدول الدوري ولا منتظر؟ لا الحقيقة شوف أنا عايز أقول لك، هناك الرزنامة بتنزل، مفيش حاجة اسمها يعني مفيش مش تفصيل. الحاج عامر هناك بتاعهم بيقعد يغير كده كل شوية لا في الجدول؟ الحاج عامر على فكرة من الشخصيات المحترمة طبعا جدا اللي أنا احنا بحترمها. بنقول على النسخة الإماراتي بس. لا لا عندنا، شوف الحقيقة هنا عندنا نحتاج لإرادة تغيير. إرادة التغيير دي ما تجيش أبدا أبدا إلا إذا كان كنت بتساوي الجميع في القوانين والحقوق. لو قدرت توصل لدي وتكون أقوى من الأندية في الوقت ده، هتقدر تعمل أي، لأن إحنا قدراتنا كبيرة جدا، قدراتنا في كل حاجة كبيرة. لكن أنا حزين جدا جدا لأن إحنا التخطيط عندنا شوية بيبقى تخطيط إلا شوية بعض الحاجات اللي هي ممكن تكون فيها، مش عارف أقولها إزاي، لكن فيها حساب اكتر لبعض مصادر القوه وكده. لكن انت قايلها كلمة اعتقد مهمة جدا، انت راجل ان محترم يا المنظومة كابتن. هناك الادارة اقوى من الاندية، يعني انت بتقول نقطة يعني هي هنا سر ازماتنا دايما، ان هو في البعض زي ما انت قلت كده بيبقى اقوى، في اندية اقوى من يدير. عشان كده كل الرياضيين مطالبين ان هم يقووا النظام عن الاندية. النظام بيمشي في فلكه كل الاندية. لو النهارده النظام بيحيد وبيمشي خطوات قويه وسريعه في اتجاه وفي اتجاه اخر يمشي اعرج، النظام ما يبقاش اسمه نظام، تبقى عشوائيه. نحتاج لمزيد من ضبط الامر، ولازم عشان تعمل كره قدم يبقى رابطه المحترفين تكون اقوى من الانديه، يكون اتحاد الكره اقوى من الانديه في الوقت ده بس. بس خلي بالك مش اقوى بظلم، لازم يكون عادل. يعني مش معنى ان هو يكون اقوى من الانديه انه ياخد قرارات تعسفيه، لازم برضه يراعي الاهلي والزمالك في مبارياتهم القاريه، لازم يراعي السفر والمباريات، لازم يراعيهم. لكن في نفس الوقت الناس كلها تمشي تحت نظام واحد، وبدون ما تحس ان انت عندك مصدر قوه او مراكز قوة. المراكز القوة دي هي اللي بتخرب اي نظام في العالم. انت قدمت روشتة رائعة بالنسبة للدوري وانا مقتنع بيها،
يعني مش عاوز اقول لك كان في مكالمه قبل كده كان فيها الجانب العلمي الضاغي، وانا بصراحه ما كنتش مقتنع قوي بالكلام، لكن انا عاوزك برضك تقدم لي روشته للي بيحصل في المنتخبات القوميه على مستوى القطاع الناشئين الشباب، منتخب الاولمبي برضه دلوقتي. فانت شايف المنتخبات بتاعتنا ليه برضك انت شفت مثلا منتخب السنغال، يعني احنا قبل الماتش كنت بقول للكابتن عبد الجليل ده دول لو لعبوا منتخب السنغال الاول هم اللي هيكسبوا المجموعه دي، يعني مجموعه مميزه، فاحنا فين من ده كله يا كابتن برضه على مستوى المنتخبات؟ انا عايز اقول لك ان منتخب السنغال كان معسكر معانا في نفس المعسكر اللي احنا عسكرنا فيه. المنتخبات اللي هي الافريقيه مش افضل مننا، لكن احنا ما تنساش ان احنا تراجعنا تراجع، لان احنا للاسف الشديد مش حاطين استراتيجيه للعمل. انا عايز اقول لك على معلومه صغيره حضرتك تعرفها كابتن، الدول الراسماليه زمان كانت بتاخد ميداليات في الاولمبيات، والدول الاشتراكيه كمان كانت بتاخد ميداليات، مش كده؟ ليه؟ لان ده عنده استراتيجيه وده عنده استراتيجيه، لازم يبقى احنا واضعين استراتيجيه عشان ما نظلمش المدربين، عشان ما نجيبش مدرب ونقول مدرب خطه والشوطه والكلام ده ما ينفعش. لازم دورينا يبقى قوي، لازم اللعيبه اللي كانت هتلعب اللي هي مواليد 2003 والكلام ده كان يشاركوا مشاركات قويه. أيوه. لكن ما تجيش انت النهارده تجمعهم لي وهم ما بيشاركوش في انديتهم، لان احنا مش حاطين، عايزين نستفاد من تقربه كره اليد المصريه اللي عملت صرخه في وقت من الاوقات، وكانت بسبب ان في تخطيط واستراتيجيه. احنا للاسف الشديد مع التخطيط غائب عننا، احنا وانا هقول لك على معلومه، معلش انا طولت عليكم. لا اتفضل. هقول لك على معلومه، الالمان في 2000 في بطوله اوروبا اتغلبوا من كرواتيا 4-0. عملوا بحث علمي هناك اتكلف ايامها عشرات الملايين من الدوتش مارك، كان ايام الدوتش مارك، يبحثوا اسباب الهزيمه واسباب الاخفاق في هذه البطوله. عملوا في كل المقاطعات بحث علمي ورش عمل، خلصوا لنتيجه ان هم ما زالوا عايشين في جلباب بيكنباور الستايل القديم بتاع كره القدم اللي هو كان موجود من 88، فضلوا مستمرين محل حد 2000. احنا لما نيجي ندرس خساره زي خساره المنتخبات بنروح عاملين مسكنات وحاطين ان المدرب ده غلطان وفلان ده غلطان ومش عارف ايه، وشيلوا جهاز وحطوا، لا لازم يكون. وبعدين ما نعتمدش على تجارب شخصيه ممكن تكون صالحه في وقت من الاوقات ومش صالحه دلوقتي، لازم نقعد ونعمل بحث علمي مظبوط دقيق ونحط استراتيجيه. لو احنا ما عرفناش الخطا مش هنعرف نحط تخطيط يعني. والله يا كابتن كلام متميز، وان شاء الله تشرفنا بحلقه.